عشان فضولي مش قادر يخليني استنى ماذا عن تصريحات شيكابالا بعد مباراه اليوم. الراجل قال في حاجات هقولها بعد البطوله العربيه بعد الماتش الاولاني. بعد الماتش الاولاني تمام. ايه بقى؟ عفوا بعد الماتش الاولاني. طيب هو كانت من تصريحات غريبه خرجت. الكل كان مركز في فوز الزمالك كريم بربعيه على المينستيري. الكل فوجئ ان شيكابالا بعد الماتش خرج وقال لك احنا بنرد النهارده والتشكيك اللي تشكك في اللعيبه والجهاز والناس دي ثابت واللي حصل معانا احنا هنطلع نتكلم مش هنتكلم فيه دلوقتي هنتكلم فيه بعد البطوله لما الموسم يخلص لان الموسم ما خلصش بالنسبه لنا هيخلص بالبطوله العربيه بعد الموسم هنطلع نتكلم. حتى الاعلام هناك حاول ان هو يتواصل مع شيكابالا والمراسل وهو بيعمل معاه اللقاء قال له طب ايه اتكلم شيكابالا رفض تماما. لكن هنقول للناس شيكابالا ابرز ازمه هو كان بيتكلم عنها هي قصه كلام الفترة اللي فاتت كريم كان طلع ان الزمالك ازمة المستحقات اتحلت اللعيبة خدت 50% و60% و70% ده مش صح. مفيش. في لعيبة لحد النهاردة ما كملتش 30% من نسبة عقودها. في لعيبة لحد النهاردة ليها مستحقات متأخرة من الموسم اللي فات. اللعيبة كانوا قبل السفر يا كريم كانوا بيجهزوا نفسهم ان هم الإدارة تصرف لهم جزء من مستحقاتهم وكان بالفعل في التمرين الأخير في قعدة من إدارة نادي الزمالك مع اللعيبة لكن فوجئوا ان هم سافروا مفيش أي مستحقات نزلت لهم. طبعا في لعيبه تعرضت لازمات منها لعيبه كبار باعوا عربياتهم لعيبه كانوا شاريين شقق باعوها رجعوا في العقود اللي كانوا مضينها. معلش كل دي انا عاده ما بقولكش اكيد انا عارف معلوماتك بتبقى 100% بس هضطر اقولها عشان ناكد للجمهور. انت بتقول لي في لعيبه كبيره باعت عربياتها وباعت شققها عشان عندهم مشكله ماليه دي حقيقه. في لعيبه ينفع تقول اسمها؟ فتوح باع عربيته وهي عربيه منتشره يعني على الانترنت. العربيه المنتشره دي اتبعت عشان ما قدرش يكمل اقساطها فباعها. ففي لعيبه تعرضت لازمات. ده المحور الاساسي اللي كان شيكابالا بيتكلم عليه بعد ماتش الاتحاد المينستيري ولقى يعني رد فعل غريب جدا من الجمهور والكل بدا يستفسر ايه. وهي القصه كلها في الازمات اللي تعرض ليها اللعيبه اللي هي خاصه بموضوع المستحقات وخاصه ان اللعيبه تعرضوا لازمات اسريه في منازلهم ما بيقدروش يسددوا المبالغ اللي عليهم والاقساط اللي عليهم. ده كان كلام شيكابالا اللي هيطلع يقوله بعد البطوله لو خرج يعني وقاله. ده الكلام اللي كان شيكابالا عايز يطلع يتكلم فيه. عظيم.